من أحاديث الفتن ما جاء في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، قال: لبيك وسعديك. قال: كيف بك إذا أصاب الناس موت؟ بلى، حصل بالناس من مرض أو نحو ذلك، حتى يكون الوصيف بالبيت، يعني حتى تنقص قيمة البيت حتى يشترى بالعبد، مع أن العبد أقل منه ثمنا. وقيل إن البيت يباع بالعبد، وقيل إن البيت الذي هو القبر يباع فيغلو سعره فيباع إلى قيمة العبد، وقيل إن العبد لا يعطى من يحفر القبور لكثرة الموتى. فقال: يا رسول الله، خر لي. قال عليه الصلاة والسلام: لتصبر. قال: كيف بك إذا أصاب الناس، وهذه الجملة عند ابن ماجه، كيف بك إذا أصاب الناس جوع؟ فقال: خر لي يا رسول الله. قال: عليك بالعفة، يعني عن الحرام.